خلال اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، حركة دؤوبة للمواطنين الراغبين في اقتناء ما يلزمهم من منتوجات ومتطلبات. أنواع مختلفة للأسماك بكل الأحجام معروضة بأحد أسواق الرباط، وفي ظل الحديث حول الإقبال على شرائها، يبرز إشكال السعر ومدى ملائمته للقدرة الشرائية للمواطنين كعنصر محدد لقياس حجم الإقبال على الأسماك. أسعار متناول الجميع، وكل كاين لي كاليتي على حساب كل شنو النوع اللي بغى الانسان اللي في استطاعته ياخذ منه. واسعار مناسبه زعما اول الغلاء، كاين الغلاء ولكن اول ديال رمضان هو هذا، وكاين الغلاء موجود مقارنه مع الدخل الفردي للمواطن المغربي، فالمجال لا مجال للمقارنه لان الثمن جد صاروخي، وبالتالي من الصعوبه المكان باش مواطن عادي يمكن يلج باب السوق وبالاحرى عادي يشري الحوت. تبينت اراء المواطنين حول اسعار السمك بين كونها مناسبه للعموم او تجاوزها لحدود المستطاع، لكن الباعة اجمعوا على غلاء الاسعار مقدمين تفسيرا لهذا الغلاء، حيث ان منهم من اعتبر كون الاسعار قياسيه وذلك راجع للعديد من الاسباب. اسعار خياليه، الناس راه كتدخل الشارع ما كتقدرش تشري الحوت، الحوت الثمن ديالو باهظ، الناس راهي كتشوف عينيها. هاد الاعتمين هادي ما خلاش الناس تاكل الحوت، ما خلاش الحوت يخدموا، ما فهمنا والو. اسباب ديالها غادي نقول لك، الحوت ولات كيتباع 4-5 المرات، عاد كيفاش عندنا هنايا الصندوق الشناقه تيبيعوا 4-5 المرات، تيشري هذا ويبيعوا هذا ويشري هذا ويبيعوا هذا، عاد وصلنا هنايا كيوصل عندنا حنا كيوصل غالي، تتولي فيه 5000 ريال 4000 ريال زايده، شحال غادي تبيعو؟ شكون اللي كيسهر؟ كيسهر المواطن، وحنا عاوتاني المواطن الا ما شراش حنا ضايعين، تتبقى لنا سلعه عنقنا وسلعه غاليه على المواطن. الثمانات هادو خياله، راه كاين ناس دابا اللي كيدخل ضرب دوره في المارشي وتخرج فيه حالاتها، ما تيقدوش على هاد الثمن هذا. ميرنا 60 درهم 70 درهم، كروبيت 100 درهم، كالامار 120 درهم، الفرق 50 الفرق 100 درهم، صافي ياكل السر ديال 20 درهم حتى 25 درهم. من المرة تقهر، ما عرفناش اخويا مناش هاد الشيء هذا. دابا هاد العام هذا كله الحوت قليل، وراه كان شويه بعد الثمن مرفق شويه وموجود، دابا ملي جا رمضان هو ما بقاش. دابا هو الرباط كله ما فيه شي الحوت الا هاد البليصه هادي فيها شي شويه د الحوت، ودير الثمن الدرويش ما بقاش ياكل الحوت. وفي انتظار انخفاض اسعار الاسماك تدريجيا مع توالي ايام الشهر الفضيل، يبقى ترقب المواطن ذي الدخل المحدود مستمرا لتزيين مائدته الرمضانية بهذه المادة الأساسية والتي تأتي في مقدمة السلع الضرورية لدى جميع الأسر في كل الوجبات خلال شهر رمضان.